رأس الوزير الأول السيد محمد داو البلال اليوم بالوزارة الأولى في نواكشوط اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد-19. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزوان المتعلقة بالعناية الدائمة بصحة المواطنين. وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع النقطتين التالية: التحضير للأسبوع الوطني للتلقيح الذي سيبدأ يوم الخميس 12 مايو 2022، مناقشة تقرير تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كوفيد-19 للشهرين الماضيين. وبالنسبة للنقطة الأولى، استعرضت اللجنة التحضيرات الجارية لتنظيم الأسبوع الوطني للتلقيح على عموم التراب الوطني ومختلف الأنشطة المبرمجة لبلوغ الأهداف المنشودة من هذا الأسبوع. وأكدت في هذا السياق على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذه العملية بما يضمن تمكين أكبر عدد من المواطنين من الحصول على جرعات التلقيح الأولية أو التعزيزية. ولهذا الغرض، شددت اللجنة على القيام بحملة تحسيسية واسعة على المستويين الوطني والمحلي وبمشاركة مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فضلا عن فاعلي المجتمع المدني. وفي النقطة الثانية، ناقشت اللجنة باستفاضة تقرير تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كوفيد-19 للشهرين الماضيين، وصدقت عليه وقررت إحالته إلى اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذه طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 66/2020 بتاريخ 4 من مايو 2020.